نادية بوسلام رئيسة جمعية ريحانة للتنمية والتضامن. اليوم كنحتفلوا بزفاف اللي سميناه يا زمان، الدورة الثالثة هذه كيحضر فيه فنانين كثار. كنحتفلوا بجوج ديال لي كوبل، واحد الكوبل ضريرين بجوجهم، والثاني معويز، كوبل معويز. هاد البديرة خديناها من واحد المهم كانت عندها قصة طويلة، وحنا ديما تنقولوها لأن هاد المكفوفين تقريبا كأعدائين، وهذا اللي كاين اليوم خالد أعداء مغربي ما شاء الله عليه، وكيربح ديما كيجي من الأوائل. لربي تعالى كرمهم في هاد البلاد السعيدة ديال غادي يزوجوهم، وهذا كرم من عند الله تعالى. ولهنا يخطي الحباب والمغاربه كرماء، والحمد لله الحمد لله. يعني عس واحد عدد ديال الحفلات، ومن بعد بالنسبه لهذه الحفله ديال اليوم، يا سلام يا سلام، وكل شيء فرحان وكل شيء سعدان، والله يدوم علينا هذا الفرح والسرور، والله ينصر سيدنا. الاجواء كانت زوينه ورائعه بزاف بزاف، ما كنتش اتوقع تكون بحال هكا، وتنشكر جميع اللي ساهم كثير وقليل في هذا العرس السعيد، وتنشكركم تنتوما وكل شيء. الاحساس كبير عندي اليوم، وما عاوناش على هذا العرس تاع على ودات الناس هادو، عاونونا ودعمونا الله يجزاهم بخير. الحمد لله كان فرحان اليوم مع هاد الناس هادو، الحمد لله كان عندي احساس كبير من وسط هاد الجمعيه هادي، الحمد لله كتوقف مع الشباب وكتساعدهم. نشكر ماما ناديه بزاف بزاف على هاد الفرحه الكبيره اللي فرحتني انا وراجلي، خرجتني من واحد القاعه اللي انا كنت داخله على ديال الحزن، وفرحتنا بهذا العرس، وانا فرحانه بماما بزاف بزاف بزاف، واحسن ام واحلى ام عندي في حياتي يا ماما ناديه. الاحساس ديالي غير فرحه كبيره هاد الليله، عمرني ما حسيت بها في حياتي حتى هاد الليله، حسيت بفرحه كبيره بزاف، احسن عرس غادي عندي انا. تألمت وفرحت باش نجي في نفس الوقت، خصوصا مع هاد الناس المكفوفين، ولا بزاف الحالات اللي كيكونوا عندنا في المغرب، وكان ليا شرف باش نكون مع هاد الناس، ولا في الجمعيات سرطان ولا في السجون ولا في اي حاجه. وانا تنقولها اليوم، اي جمعيه احتاجت ايمان تسونامي انا موجوده، وكنت نهضر معكم قسما بالله الى قلبي يحلم به الله سبحانه وتعالى، حيت كنبغيو نفرحوا هاد الناس، وكنبغيو الناس المحسنين يتعاونوا مع هاد المعاقين ولا المكفوفين ولا اي حاله اللي كتالم، تنبغيو نكونوا فائد وحده،
وهادشي اللي غنقول لكم وشكرا. وانا ديما معكم وكنشكر الصحافه المغربيه اللي تنتوما سهرانين اليوم. الله يفرحكم وتبارك الله عليكم وشكرا.